السلام عليكم اصدقائي، حنكمل معكم الفيديو الثاني هذا بموضوع الاسقاط او رمي الخصم. تمام، الان الاسقاط او الرمي ما بيكون اني امسكه واحمل الخصم وارميه، وصل؟ برجع بنوه على هاي النقطه، هي اخلال توازن ورمي، اخلال توازن ورمي. رح نبتدي باول حركه، طبعا رح يساعدنا كابتن مروان. رح نبتدي اول حركه. الان اول حركه دخولي على الخصم، شوف، واحد رجلي خلفه ماشي، ايدي يمين رجلي يمين مثلا على سبيل المثال، واحد هوب ها، شوف واحد، لما بدي ارمي بدي اسحب رجلي، شوف سحب والايد عكس، واحد وصل. احنا حنسويها بشكل تمثيلي عشان تكون واضحه، واحد هوب اثنين وصل. اذا لو كان في خط مستقيم الرجل بتروح للخلف وعلى نفس الخط الايد بتروح لعكس، يعني لو رميت لزاويه ما راح تجي، اما زاويه اللي عندي ممكن تجي افضل بشكل افضل اذا قريبه مني، اما زاويه بعيده عني ما بتجي. يعني الان انا هون مع الخصم دخلت، واحد شوف في عندي ممكن ارمي من عند الكتف من عند الرقبه او من كتف من هون، واحد وارميه واثنين صحيحات وصل. اهم شغله الرجل تكون من الخلف والتوقيت يكون توقيت واحد، التوقيت بالسحب بين ايد والرجل يكون توقيت واحد. بدي هاي دخلت واحد هوب اثنين هوب، بديت اضرب من هون وصل. نيجي للحركه الثانيه، الحركه الثانيه انه انا بدخل على الخصم برجلي اليمين، شوف واحد او اليسار، الايد والرجل نفسها واحد هون، شوف نفس الحركه بس مختلفه بالشكل شوي شيء بسيط، وصل نفس المبدا. الان لها شكلين هاي، اما انه انا هون واحد وضرب مع سحب الايد واحد، او اسويها بشكل سريع والرجل كل ما كانت تحت كل ما كانت صحيحه، كل ما رفعت فوق كل ما كانت اصعب. حسوي الحركه واحد اثنين بعدين ابدا ضرب وصل. اذا واحد دخلت سحب عكس رميت، مفهوم؟ نجي لاخر اخر رميه. الان نفترض الخصم قبالي، حطيت رجلي في البطن وصل، واحد مع مسكه الكتف ممكن تنفع كمان في الركبه. الان لما بدي امسك ارمي، واحد اثنين شوف ثنيت رجلي ثنيت رجلي وكورت جسمي في النزول، واحد شوف اثنين ها، مره ثانيه شوف من هون واحد ها اثنين، مفهوم؟ تمام. الان حنسوي احنا مشهد تمثيلي بس، وبدي احاول انه ما يتاذى كثير. مسكت من هون هاي، واحد واحد اثنين هوب ثلاث هوب. رميت طبعا الخلف انا ماسكه عشان بس ما يخبط في الارض، ولا هي ماسك ورمي ابعد مدى يعني ممكن يطير تف يخبط في الجدار الى اخره، مفهوم؟ تمام. اذا المسكه واحد اثنين ثلاث، ومن هون بركل وركل برمي منطقه بعيده. اهم شغله تتاكد انه الارضيه وراك ما يكون فيها حصى او اي شيء يذي ظهرك، مفهوم كيف؟ طبعا نشكركم على المتابعه وتابعوا الفيديوهات الثانيه، ونشكر الكابتن مروان. الله يعطيك العافيه، حياك.